وينضم إلينا عبر سكايب دكتور زاهي سعيد الناطق باسم وزارة الصحة الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. 50 جهاز تنفس فقط لنحو نصف مليون مواطن، هذا معطى خطير ويشكل خطر على حياة المواطنين العرب في البلاد، ما رأيك؟ مظبوط، الرقم هو مش كافي، بس احنا اهم شيء احنا اسا عشان ما نحتاجش الأجهزة التنفس هاي ونلزم التوصيات ونلزم الحجر، وكيف كان رئيس بلدية طمرة اللي هن بخط الأمامي رؤساء البلديات والمجالس وعم بيعمل شغل بجنن، نسمع توصيات رئيس البلدية ونلزم الحجر، وإذا في عنا عوارض المرض كثير مهم نرفع تلفون للجنة الدهود الحمراء عشان نعمل الفحص ونقدر نكشف إذا إحنا تابعين لأي فئة من المصابين ولا لا. أهم إشي إنه إحنا نساعد الطواقم الطبية إنه نعمل التوصيات، وإذا في عنا عوارض المرض نحكي مع نجمة الدهود الحمراء، هذا هو اللي قدر نعمله إحنا، وإن شاء الله ولا نحتاج أجهزة التنفس. بس إحنا إسا بلشنا في المجتمع العربي الدالي بلشت عنا تزداد ازدياد المرضى بشكل سريع، عشان هيك هسه الانضباط ونسمع التوصيات وما نطلعش من البيت كثير كثير مهم عشان نوقف انتشار الفيروس. طيب دكتور، انت بتحكي انه نعمل فحوصات، ولكن الفحوصات ومراكز الفحوصات غير متوفره، يعني كان في امبارح بوادي عاره واليوم في طمره، هل يكفي لتشخيص حالات مصابه بفيروس كورونا في المجتمع العربي؟ احنا عم نحكي على اشياء اللي صارت جديده، وهي تقدم قبل يومين ما كانش حتى عندنا هاي المراكز. طبعا بعد في عندنا كمان كل مريض لازم يعمل فحص، الفحص ده ينعمل له يا في المركز يا انه بده يجوا عنده، الفحص لازم ينعمل، وهي تقدم كبير من ناحيه المراكز الموجوده. وكمان عندنا من ناحيه لمين بيطلع له الفحص بيطلعلوش الفحص، كمان صار في كثير تسهيلات لاي كل واحد بيحكي كانت اول شيء كان اصعب نعمل الفحص وناخذ دور الفحص، اليوم صار في تسهيلات في الموضوع هذا، وهي تقدم. وكيف حكى الدكتور سهيل دياب، المهم احنا نكون بانعزال، الفحص مش راح ينجينا، نكون بانعزال بس الفحص دكتور ممكن وقت الحاجة. الفحص دكتور ممكن يعكس كمان حالي، ممكن يساعد الالتزام طبعاً في البيوت مهم، ولكن يعني الفحص ايضا مهم لتشخيص الحالات. فيش شك انه الفحص مهم كثير، بس هذا الكميه اليوم اللي احنا عم نشوفها فحوصات من امبارح واليوم وبكره والجمعه كلها، وراح بشكل دائم يضل المركز هذا يتجول في المناطق العربيه. احنا طبعا بدنا نحاول كمان اخطر من هيك كمان نجيب مجالات للفحوصات، بس اهم شيء الالتزام الالتزام الالتزام، نعمل التوصيات ما نطلعش من البيت، والفحوصات بدها تساعدنا. في شك انه الفحص مهم، بس اهم منه هو الالتزام ونحافظ على عائلتنا ونحافظ على كل توصيات وزاره الصحه، هذا اللي راح ينجينا نربح هاي الحرب ضد الفيروس الكورونا. طيب بالنسبة لوزارة الصحة، يعني امبارح صحيفة هآرتس نشرت تقرير ونشرت انه في خرائط بتطلعها وزارة الصحة اللي فيها وين في انتشار المرض في المناطق اليهودية، ما بتعمل نفس الشيء في المناطق العربية، يعني احنا ما بنعرف خارطة انتشار المرض بالمناطق العربية، شو السبب؟ الخارطة هي لكل اسرائيل مش للمناطق العربية واليهودية. في المناطق العربية في عنا هقل، وإسا عم نحكي إنه آخر كم يوم عنا إسا عم نطلع على الخارطة، وإن شاء الله ما نطلعش على الخارطة، وإن شاء الله ما نبينش على الخارطة. لحد إسا الأخطر كانت المحلات اللي عند اليهود المتدينين، هي هناك أكثر محلات كان فيها انتشار المرض، وإن شاء الله إحنا ما نطلعش على الخارطة ونضلنا بأرقامنا الواطية. طيب رسالة أخيرة من وزارة الصحة للمجتمع العربي. الانتظام الانتظام، نسمع التوصيات ما نطلعش من البيت، وحافظوا على بيتكم وعلى اهلكم والناس اللي بتحبوهم. نعم دكتور زاهي سعيد الناطق باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، شكرا لك.